بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. قبل ما أتكلم مع حضراتكم في أي حاجة، هو سؤال: ليه دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنقول دايما انتظروا الإعلان الرسمي لأي شيء، سواء تيشرتات، سواء لعيبة جديدة، سواء لاعبين، قرارات جديدة؟ ليه دايما بنقول لحضراتكم استنوا القرار الرسمي؟ لأن دائما أو حتى يكون القرار رسمي يجب أن يكون هناك إعلان على منصتين تحديدا، الصفحة الرسمية للنادي الأهلي وقناة النادي الأهلي، والموقع الرسمي للنادي الأهلي يعني وقناة النادي الأهلي. طيب لو في حد تالت قال إن يقول زي ما يقول، واللي عايز يقول حاجة يقولها، ولكن طالما لم يتم الإعلان رسميا على الموقع الرسمي للنادي الأهلي وعلى أو على قناة النادي الأهلي، يبقى الموضوع لم يصبح رسميا بعد. طب أو كأنك ما سمعتش حاجة يعني. طب يا عم إسلام أنت بتقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لأنه خلال اليومين اللي فاتوا أنا هتكلم تحديدا على تيشيرت النادي الأهلي، يوم 1 أكتوبر انتهى عقد النادي الأهلي مع الشركة القديمة، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن وجود شركة جديدة، صح؟ طيب حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن وجود شركة جديدة للنادي الأهلي، هل ده معناه أن مفيش شركة؟ في شركة وفي تفاوض وفي أمور كثيرة جدا 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 حضراتكم هتعرفوها عندما يتم الإعلان الرسمي. طب أنا طالع بقول الكلام ده ليه؟ طالع بقول الكلام ده لأنه هناك بعض الصور اللي سربت أو هي إذا كانت صحيحة أو خاطئة هي موجودة على السوشيال ميديا. هذه الصور موجودة على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، ومعظم جمهور النادي الأهلي أبدى عدم رضاه على هذا الشكل. طب هل حضرتك عارف إن هل ده بالفعل هو الشكل اللي تم اختياره من قبل النادي الأهلي؟ هل ده بالفعل، لو هو ده الشكل، هل النادي الأهلي وافق على شكل شعار جديد أو شكل حاجة جديدة؟ هناك أمور كثيرة جدا بتبقى دايما في إطار التفاوض، في إطار الكلام. أنا أدي لك شكل تشيرت أقول لك تقول لي لأ، أقول لك لأ أنا عايز الشكل ده، تقول لي طب أصل ما فيش قدامنا غير ده دلوقتي اللي هنقدر نعمله، الكمية اللي كذا اللي كذا، ويبقى هناك تفاوض. هل حضرتك تتخيل بلجنة للتسويق وإدارة كاملة للتسويق داخل النادي الأهلي؟ أصل كلام لا يعقل اللي أنا بسمعه خلال أو على السوشيال ميديا خلال الفترة اللي فاتت على هذا الموضوع تحديدا، كلام ما ينفعش أصدقه. ولكن أنا بتخيل، أو ناس كتيرة بتكلمني في هذا الأمر لما ببقى ماشي في الشارع، حتى ناس تقول لي هو النادي الأهلي ساب الشركة القديمة وراح للشركة الجديدة وهيدفع للشركة الجديدة فلوس أو هياخد فلوس أقل من اللي، طب طالما هياخد فلوس أقل من اللي هياخدها اللي كان بياخدها من الشركة القديمة، هيسيب الشركة القديمة ليه؟ أكيد في مميزات معينة هيعلن عنها النادي الأهلي في وقتها عندما يتم التعاقد رسميا وعندما يتم اختيار كل حاجة. التيشيرتات والشنط، بالمناسبة هي بتبقى تيشيرتات وتيشيرتات لعب وتيشيرتات خروج وترينج خروج وترينج تمرين وشنط وجزة، كل حاجة كل حاجة. فأنا الحقيقة مستغرب جدا من اللي بيحصل. ليه حضراتكم دايما او بعض من لا يشجع النادي الاهلي ليه دايما بيتكلم بهذا المنطق؟ عايز يودينا دايما لناحيه ان انت ما تثقش، اوعى تثق في الاداره بتاعتك، دول عايزين يجيبوا لك فلوس اقل. هل ده ممكن يحصل؟ يعني هل ممكن تكون شركه بتديك فلوس اكتر تسيبها من شركه تانية وتسيب الشركه القديمه علشان كلام لا يصح ان هو يقال؟ لكن ممكن شكل التيشيرت مش عاجبنا، شكل التيشيرت مش عاجبنا، ممكن يتغير، ممكن يتغير، ممكن ما يتغيرش، ممكن ما يتغيرش، محدش عارف. هل ده شكل التيشيرت الحقيقي؟ ما اعرفش، ما اقدرش اقول لحضرتك اذا كان هو ده ولا مش هو. ولكن في النهايه انا بتكلم في هذا الامر ليه؟ انا بتكلم في هذا الامر لانه امر يخص جمهور الاهلي فقط، مش حاجه تانية. وبالمناسبه جمهور الاهلي من حقه ان هو يعترض على اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه. ما هو اي حاجه احنا بنعملها هنا في اعلام قناه النادي الاهلي او في مجلس اداره النادي الاهلي بيعملها ليه؟ بيعملها لكسب رضا جمهور النادي الاهلي بس.
مش حاجه تانية. محدش بياخد حاجه يعني في مجلس اداره النادي الاهلي، مصلحه النادي الاهلي طبعا ورضا ارضاء جمهور النادي الاهلي، لانه رضا جمهور النادي الاهلي هو في مصلحه النادي، يعني مش محتاجه كلام. فاللي بقوله انه اللي بيحصل ده كله على السوشيال ميديا لمجرد انه قد يكون النادي الاهلي تعاقد مع احدى الشركات والتصميم مش عاجب جمهور النادي الاهلي، صح؟ هل هو ده التصميم اللي اتوافق عليه ولا لا؟ ما اعرفش، ما اقدرش اقول لحضرتك. ما تخلونا ننتظر حتى الاعلان الرسمي للنادي الاهلي، ايه التيشيرت اللي هيلبسه وايه اللبس اللي هيلبسه خلال العام القادم. النادي الاهلي هيقول لنا، هيقول لنا ازاي؟ من خلال المركز الاعلامي ومن خلال قناه النادي الاهلي. احنا ليه بنعمل لنفسنا مشكله من لا مشكله؟ مش قد يكون اذا الكلام ده حقيقي، مش قد يكون هناك اعتراض من النادي الاهلي على شكل التيشيرت مثلا او على حاجه اذا اللي بيحصل ده، انا بتكلم اذا كان ده الموضوع. هل التفاوض يعني ايه؟ التفاوض حضرتك تقول لي حاجه وانا اقول لك لا انا عايز دي، تقول لي طب انا هرجع لك بده، وهكذا لغايه لما نصل لشكل عام يرضي جميع الاطراف، يرضي الشركه ويرضينا ويرضي جمهور الاهلي ويرضي. وبيني وبين حضراتكم انا ما بيفرقش معايا البراند اللي بيبقى على النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي لوحده براند لوحده. اي شركه تتمنى في العالم، اي شركه في العالم تتمنى ان هي تحوز على ثقة مجلس إدارة النادي الأهلي علشان تلبس النادي الأهلي وتلبس فرق النادي الأهلي. أنت بتتكلم عن العالم؟ أيوة يا فندم العالم. أنا عارف أنا بقول لحضرتك إيه، وكل حاجة هتبان في وقتها. أنا آسف إن أنا في حاجات ما بقدرش أقولها أو ما بقدرش أتكلم فيها، ولكن أنا بتكلم بشكل عام، بشكل عام مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة التسويق في النادي الأهلي و إدارة الكرة في النادي الأهلي لن توافق إلا على كل شيء جيد في مصلحة النادي الأهلي وفي مصلحة جمهور النادي الأهلي. بس هو دي النقطة اللي أنا عايز أقولها لحضرتك، فما تصدقش الكلام اللي بيترمي لك اللي هو دول سابوا شركة عشان مش عارف مين صاحب مين، الكلام ده غير حقيقي. عندك جمعية عمومية موجودة في النادي بتحاسبك كمجلس إدارة، وعندك جمعية عامة اللي هي جمهور النادي الأهلي اللي بيحاسبك في كل مكان، اللي بيحاسبك على السوشيال ميديا وبيحاسبك هنا وبيحاسبك هنا وبيحاسبك هنا. فغير كده وكده احنا عندنا ثقة كبيرة جدا في مجلس إدارتنا وفي إدارة التسويق عندنا. الكلام اللي بيتقال ده بيترمي من بعض من لا يشجع النادي الأهلي عشان نمشي في هذا الاتجاه. أعلى أرقام وهتشوفوا الكلام اللي أنا قلته من شهر وزعل البعض مني، من شهر انا قلته من شهر صح، زعل البعض مني، هتشوفوا حضراتكم ان الكلام اللي انا قلته ده هيتم تحقيقه على الواقع. ازاي؟ كل في وقت قريب، في خلال اسبوع 10 ايام هتسمعوا ارقام النادي الاهلي. انا ماليش دعوه بحد تاني، انا هتكلم عن ارقام النادي الاهلي فقط. مفيش حد في مصر ولا في افريقيا يقدر يوصل للارقام اللي بيوصل لها النادي الاهلي على مدار سنين كبيره جدا. وهنا انا ما بغلطش، انا ما بغلطش بحد ولا بتريق على حد. اللي عايز يفهم كده هو حر، لكن انا بتكلم في تسويق وبراند النادي الاهلي، براند واسم النادي الاهلي. انا ما بتكلمش هنا على نادي تاني، ماليش دعوه. كل اللي انا اتكلمت فيه مع حضراتكم من شهر وقت الجرار والكلام ده كله حضراتكم هتسمعوه وهتشوفوه على ارض الواقع خلال ايام. مش عايز اقول قد ايه، لانه وبالمناسبه انا لو في قناه اخرى خارج قناه النادي الاهلي هقول هذا الكلام، والايام قادمه كثيره جدا وهنشوف ايه اللي هيحصل فيه.